السلام عليكم. حبيت أتكلم عن تجربتنا بخصوص الحنفيات والمحابس تبع المزارع. زي ما انتم شايفين الطريق هذا كله عندي إشكالية. هذا النوعية اللي هو الإيطالي، بس إيطالي قديم، ويقولوا المورد أنه منقطع من السوق. مشكلته أنه بعد فترة طويلة، يعني 3 سنوات تقريبا، يبدأ التسريب فيه. هذا منظف، حاولت أني أنظفه، حاولت أني أشده، لكن مع الأسف ما نفع. الخراب فيه يبي له استبدال. بالسوق موجود يقول بدال ايطالي هذا الشكل القديم اللي انقطع، نزل الشكل هذا. الشكل هذا مشكلته يجي 6 شهور وممكن ما يكمل معك سنة، يبدأ الموية تطلع من هنا وما يتصلح. يجي اللي بعده الصيني هذا، هذا لو يجيك ببلاش لا تاخذه، حق التعب وتركيبة ما يستاهل انك تشتريه او تاخذ ببلاش، لأنه بيجي معك شهر شهرين ويبدأ الموية تطلع نفس الشيء من فوق. الفترة الماضية استبدلت كذا حنفية وركبت حديد، هذا سعره قريب للإيطالي. هذا أذكر هذا قيمته تقريبا 34 وهذا 37 بص ونص، لكن ركبه ونام مستريح. الموردين يقول انه انقطع من السوق. هذا هو افضل نوع بلاستيك، انا من ناحيتي اتكلم، افضل نوع بلاستيك الايطالي هذا. اما النوع هذا والايطالي الجديد صراحة ما انصح احد يستخدم، الا اذا كانت حنفية صغيرة يعني بوصة واقل ممكن تستخدم، لانه مو متعب تركيبها. فهذا الحين الموضوع اللي هو الايطالي ذا، شوفوا تسريب من عنده. وكذا ايطالي عندي نفس الاشكالية موجودة. هذا حديد شوفوا ناشف ما في تسريب، هذا بلاستيك إيطالي شوف الموية، هذا أموره تمام بلاستيك، هذا حديد طبعا نسقي الشجر الحين، هذه هذا حديد ناشف، الموية اللي فيه مو من الحديد، هذا الموية من هنا، هذا هو. وبقية الحنفيات نفس الإشكالية.